أخبار اليوم. النهاردة في توقيع 3 اتفاقيات بين شركات وقطاع مع القطاع الخاص، من أهمها مع الصندوق الاجتماعي مشاريع صغيرة متوسطة، دي من أهم المشاريع والمبادرات اللي احنا حريصين احنا نتحرك فيها سريعا. دي شراكة قوية على مدار السنين، واحنا بنحاول ان احنا ان شاء الله يكون في الفترة القادمة ان شاء الله مشاريع اكبر. في برضو تنمية مهارات، وزي ما احنا شفنا برضو من ضمن الحاجات اللي وقعت مع استاذة عزة فهمي، دي مبادرة جيدة برضو لانها في تنمية مهارات من ناحية المشغولات والحاجات اللي هي الزينة، وبرضو بنأكد على أهمية المشاريع الصغيرة المتوسطة توفير فرص العمل. اتناقشنا النهاردة برضو في الندوة على أهمية البنية الأساسية، لأن احنا طبعا بنتكلم عن المستثمرين أو المناطق الصناعية الجديدة السويس، احنا حريصين البنية الأساسية سواء الكباري، المواني، التوصيلات اللي هي تخص الكهرباء، الغاز، لأن القطاع الخاص بيحتاج بنية أساسية قوية عشان نقدر نحن في جو التنافس العالمي نحن إن شاء الله ننمي هذا القطاع ونحن نتحرك سريعا، لأن ده في الآخر اللي هيوفر فرص عمل، ده اللي هيحسن دخل الأسرة، وده هيكون شراكة اللي هي مش بس بتفيد جمهورية مصر العربية، بس هي إفادة للدولتين البحرين والشقيقة وجمهورية مصر العربية. شكرا.